نجيب خلفيات 4K Full HD وخلفيات جميلة جدا يعني كويسة. فهنبدأ يعني نخش على جوجل بلاي نكتب ووركرافت اهو ووركرافت هنثبته اهو التطبيق منزله 10 مليون والتقييم بتاع 4.2 ومساحته 10 ميجا اقل من 10 ميجا يعني نستناه يحمل هو بيتثبت نفتحه ندوس كونتينو هنختار هنا العمر دي العمر يعني انت تختار العمر وهو بيجيب الخلفات على حسب العمر بتاعك هنا 18 سنة اختار 18 ستار هنا بقى في كذا اختيار فوق هنا في النيو في خلفيات مختلفة يعني حيوانات على كده بس خلفيات جميلة وممكن الصف الواحد بيبقى فيه 3 خلفيات ممكن يا اما 3 مجانا يا اما في 2 مجانا وواحدة بفلوس يا اما 2 مجانا يا واحدة بفلوس يا اما 3 مجانا والخلفيات حلوة يعني نيجي هنا للريتنج ودي اكتر خلفيات انا بحبها فيها خلفيات عظيمة الصراحة وجميلة هي كلها مجانا هنا اللي في الريتنج كلها مجانا الخلفيات جميلة جدا نيجي هنا للخيار ده كل اللي فيه بفلوس نيجي للدبل برضو كل اللي فيه بفلوس نيجي هنا للهيتس هنا الهيتس بقى فيه خلفيات مختلفة يعني سواء العربيات مناظر طبيعة انمي حيوانات كده اساس الخلفية كلها جميلة طبعا وفي الراندوم في ممكن تلاقي واحدة من كل 10 صور بفلوس ودي برضو حاجات منوعة خلفيات حيوانات صور عربيات كده هنا الستريم فاضي فنيجي للخلفيات اللي انا بفضلها اللي هي الريتنج مثلا نختار الخلفية دي دلوقتي في خيارين داونلود وست هنا داونلود لو انت عايز تحملها هتدوس هنا سماح ويجيب لك 3 خيارات بورتريت ولاندسكيب واوريجينال كل واحدة بتبقى جودة معينة وطبعا الاحسن اوريجينال ومساحتها قليلة يعني 6 ميجا مش حاجة وهنا الست لو انت عايز تخليها خلفية بس من غير ما تحملها فانا دلوقتي هخليها خلفية من غير ما احملها ادوس اوريجينال نستناها كده تتعمل هيجيب لك هنا 3 خيارات يا اما تعمل شاشة القفل يا اما الشاشة الرئيسية يا اما الاتنين معا فانا هختار الشاشة الرئيسية كده اتعملت نرجع لورا استنى هي كده اتعملت طبعا الخلفية شكلها حلو جدا هي الخلفية حلوة بس والبرنامج سهل مفهوش اي تعقيد ولا حاجة وبس كده الفيديو خلص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو الفيديو عجبك dislike or stroke file girls.